خلينا احسن نتعلم واحنا عصبنا ايه
مستريحوا، هنيجي في الاخر نلاقي نفسنا مستريحين، هنخش الامتحان مستريحين. طيب احنا كنا وصلنا المره اللي فاتت 27 قلنا المره اللي فاتت، قلنا المره اللي فاتت دور الأداة التشريعية في مجال العقود الإدارية هو دور محدود في مصر بالمقارنة بفرنسا. العيب وقع مين؟ على مين؟ العيب وقع على القاضي. القاضي هو الذي يتولى تحديد إذا كان العقد إداريا أم لا من خلال النظر في ثلاث شروط أساسية. الشرط الأول هو أن تكون أن يكون أحد أطراف العقد شخص من أشخاص القانون العام. الشرط الثاني هو تعلق العقد بمرفق عام. أما الشرط الثالث هو وجود شروط استثنائية للعقد الإداري. وقلنا إن المرفق العام بيمثل الغرض من التعاقد أو السبب الدافع للتعاقد. لو بصينا لنظرية العقود الإدارية بصفة عامة، المرفق العام هو إيه؟ هو سبب التعاقد. الإدارة بتتعاقد ليه؟ عشان تشبه احتياجات مرفق إيه؟ مرفق عام. اما الشروط الاستثنائيه فدي بتعد ايه؟ مظهر من مظاهر السلطه العامه فين؟ في التعاقد. وقلنا لو جينا بصينا للشرط الاول والثاني والثالث اللي بيجمع الثلاث شروط دولت كلمه السلطه ليه؟ السلطه العامه. طيب بالنسبه لمرفق عام لازم العقد يتعلق بمرفق عام. هنلاقي ثلاث حاجات. اول حاجه ضروره تعلق العقد بالمرفق العام. اثنين المقصود بالمرفق العام. ثلاثة الاتفاق بالصلة الشديدة بين المرفق والعقد. أول حاجة ضرورة تعلق العقد الإداري بمرفق عام. احنا قلنا إن نظام العقود الإدارية هو نظام يقوم على تكريس سلطات وامتيازات جهة الإدارة. طيب بيتكرس للسلطات والامتيازات عشان الإدارة مش زيها زي الأفراد. الافراد بيتعاقدوا لتحقيق المصلحه الخاصه، اما الافراد فبيتعاقدوا لتحقيق المصلحه الايه؟ العامه. المصلحه العامه في العقود الاداريه هي مصلحه المرفق المتصل بالعقد. هي مصلحه المرفق المتصل بالايه؟ العقد. يبقى دي اول حاجه ان المرفق العام كلمه المرفق العام هي اللي بتبرر السلطات والامتيازات الاستثنائيه الممنوحه للاداره. دي النقطه. في نقطه ثانيه، احنا لو جينا بصينا للعقد الاداري والقرار الاداري هنلاقي ان العقد الاداري يجب ان يكون في كل الاحوال متعلق بمرفق عام، انما القرار الاداري لا. القرار الاداري مش لازم في كل الاحوال يكون متعلق بمرفق عام، انما العقد الاداري لازم في كل الاحوال يكون متعلق بمرفق ايه؟ بمرفق عام. طيب ايه هو بقى المرفق العام؟ المرفق العام بكل بساطه هو كيان. كيان يعني ايه كيان؟ يعني منشآت واشخاص. كيان بيقوم على تقديم خدمه عامه تحت اشراف وسيطره الدوله او احد اشخاص القانون العام. يبقى انا عشان اتكلم في المرفق العام لازم يكون في عندي كيان. ده المرفق العام بالمعنى العضوي. كيان حاجة ملموسة، مباني وأشخاص بيقوم على تقديم خدمة عامة. الخدمة لها صفة الايه؟ العموم. بس كده لا، ولازم يكون تحت إشراف الدولة وسيطرتها. لازم الخدمة تؤدى تحت إشراف الدولة وايه؟ وسيطرتها. يعني مثلا مستشفى المواساة ما هي بتقدم خدمة عامة كويس، بس هل تحت إشراف الدولة وسيطرتها؟ لا. مستشفى المواساة ما تعتبرش ايه؟ ما تعتبرش مرفق عام بالمعنى الايه؟ المادي، بالمعنى العضوي. ليه؟ لان هي ما بتؤديش خدمة العامة تحت اشراف الدولة وسيطرتها. طيب اذا انقطعت الصلة بين المرفق العام والعقد الاداري والعقد، يبقى العقد مش اداري. خلاص كلمة واحدة. طيب عندي امثلة على ذلك. محكمة القضاء الاداري في مصر قالت ان عقود بيع الدولة لثمار بعض الحدائق المملوكه لها عقود مدنيه. ليه؟ لان العقد دوت بيتعلق بمرفق عام. الدوله عندها جناين
الجناين دي الشجر بتاعها جاب ثمار، عايزين يبيعوا الثمار. طيب ده هو تعلق بالمطبخ العام؟ لا، ده واحد بيتصرف في املاكه او في الدومين الخاص بتاعه وعايز من ورا ذلك ربح وخلاص. انا هبيع اللي يجيب لي ربح ايه؟ اعلى وخلاص. طيب عندي مثلا المحكمه الاداريه العليا قالت لي ان بيع مطبخ سكك حديد الدلتا للزلط المستخرج من المحاجر بتاعته. سكك حديد الدلتا كان عنده محاجر، كان عندها محاجر. بيع الزلط المستخرج من هذه المحاجر دوت لا يتصل بتسيير مطبخ ايه؟ مطبخ عام، وبالتالي لا يعد العقد عقدا اداريا. طيب يبقى العقد لازم يكون متعلق بمطبخ عام، هي ديت الايه؟ القاعده. طيب ايه هو بقى المقصود بالتعلق بالمطبخ العام؟ محكمة القضاء الإداري قالت لي برضه الحكم قديم من سنة 68 إن متى اتصل العقد بمطبخ عام على أي صورة من الصور، سواء تنظيم المطبخ، استغلاله، تسييره، المعاونة أو المساهمة في ذلك، يعني المعاونة أو المساهمة في تنظيمه أو استغلاله أو تسييره، أو استخدام المطبخ ذاته على طريق العقد. اقروا اقروا العبارة دي. قريتوها؟ اقروها تأملوا فيها. هي المحكمة في الحقيقة شملت كل جوانب تعلق العقد بالمطبخ، ده اتكلمنا عن تنظيمه، بتكلمني عن استغلال المطبخ، بتكلمني عن تسيير المطبخ، بتكلمني عن المعاونة أو المساهمة في ذلك، أو إن يكون موضوع العقد ذات نفسه هو تنفيذ المطبخ العام. يبقى معنى كده إيه؟ إن اكتفاء بالصلة وخلاص، أي صلة بين العقد والمطبخ العام تكفي. طيب بس عاوز سؤال بعد المحاضرة، ماشي؟ أو في النص أو في المحكمة توسع. طيب الاتصال بالمطبخ العام زي ما أنتم شايفين ليه معنى إيه؟ ليه معنى واسع. من الأمثلة على ذلك، في بعض الفقهاء مثلا عندنا في مصر بيقولوا إن لو العقد تعلق بعقد إيجار، إيجار تعلق بالمطبخ العام ده يعد ذلك عقدا إداريا، لأن العقد عقد إيه؟ إيجار. لا طبعا، انا لما دورت في الاحكام ما لقيتش كده. مثلا انتوا عارفين ان بعض الجهات الحكوميه الموظفين بتوعها بتخصص لهم مساكن، المساكن دي الموظف بيشغلها بمقتضى عقد ايه؟ عقد ايجار، ويفضل يدفع ايه؟ الاجره بصفه شهريه. طيب يبقى المفروض ده عقد ايجاري ولا مش عقد ايجاري؟ المفروض تبقى مش عقد. اللي عايز يتكلم يرفع ايديه. السؤال اللي طرحته، جهه حكوميه عندها مساكن، المساكن دي بتأجرها للموظفين بتوعها، يبقى عقد اداري ولا مش عقد اداري؟ عقد اداري. لا مش كده، قوم عقد اداري. ليه؟ تعريف المحكمه القضاء الاداري، لان السكن اللي هي مساكن الموظفين بتيجي بيساهم في تسيير المنطقه. ماشي، برافو عليك، شكرا. انا بعتبره عقد مجاني. ليه؟ عشان خاطر كده الاداره حركت على الشغل الاداري وعملت حاجه جديده اللي هي بتوفر مسكن للموظفين، واصبح ان العقد ده هو قاعد مدني للشركه. شكرا الكلام ده. على فكره الكلام اللي قاله زميلكم ما هوش مصطلح، كان في فقهاء بيقولوا مين؟ والموقف موقف العقد دوت هل هو عقد اداري او عقد مدني كان محل خلاف وكان محل نزاع. لكن في الحقيقه المحكمه الاداريه العليا في كذا حكم قالت لنا ان العقد ده عقد اداري. ليه؟ اولا هي قالت ان الجهه الحكوميه مديالهم المساكن ديت عشان صفاتهم الوظيفيه، عشان تريحهم، عشان يقدروا ان هم ايه؟ يشتغلوا في المصنع. ديت حاجه. تاني حاجه ان الجهه الاداريه بتحددها مبلغ الاجره وما بتقدرلهمش زيهم زي اي مؤجر ايه؟ زي مؤجر عادي. وبالتالي يبقى العقد دوت عقد بيساهم في تسيير المطبخ العام او تسيير اعمال. وزي ما انتم شايفين القاعده اللي احنا قلناها اللي هي موجوده في الفقره الاولى اللي هي تنظيم المطبخ استغلاله وتسييره، ده ليها مفهوم ايه؟ مفهوم عام.
مثلا ممكن يكون متوفى الموظف وساب زوجه واولاده فبرضه تبقى ساعتها بيدخل في العقد. شكرا. انا لو انتوا استنيتوا عليا انا لسه جايبه. هي المحكمه هي النزاع صار ازاي؟ هو موظف كانت الجهه الاداريه محضره له فتوفى. هو مثلا بقاله 20 30 سنه ساكن في المسكن ده، هو ما يعرفش مسكن غير وعياله اتولدوا فيه وقاعدين فيه بقالهم مده طويله. طيب انت لو قلت لي عقد اداري يبقى بالتالي العقد انتهى بموت الايه؟ بموت الموظف، يبقى ياخد بعضه هو واسرته ويعمل ايه؟ ويتكل على الله. انما لو عقد مدني ممكن يرجع للتجديد الايه؟ التلقائي. انتوا عارفين ان عقود القانون المدني اللي هي مبرمه مش عارف قبل سنه كام ديت بترجع للقانون مش عارف اللي صدر سنه 77 وبالتالي العقد بيتجدد تلقائيا. طيب هنا في اعتبار اجتماعي بس المحكمه الاداريه العليا اعلت لاعتبار الايه؟ الاعتبار الاداري للعقد وقالت لا ده خلاص المفروض ان هم يسيبوا المسكن بوفاه ايه؟ بوفاه الموظف او بانتهاء خدمته لاي سبب من الايه؟ من الاسباب. القضاء ده ممكن يكون محل نظر يعني ممكن يكون محل نظر بالنسبه لناس كثيره فينا من ضمنهم انا بس الوضع الواقعي او الوضع القضائي اللي المحاكم سارت بتسري عليه هو ذلك. ماشي؟ طيب بعد كده الاكتفاء بالصله الشديده بين المرفق العام والعقد. كلمه اكتفاء بالصله الشديده بين المرفق العام والعقد ديت جايه من حاجه بيسير عليها القضاء البدائي في فرنسا لما قال لي ان اذا كان العقد موضوعه تنفيذ منفق عام، حط من خط تحت كلمة تنفيذ منفق عام. تنفيذ منفق عام، إذا كان العقد موضوعه تنفيذ منفق عام فلا يشترط أن يتوافر في هذا العقد شروط استثنائية. يعني معنى كده إيه؟ القضاء بيقول لهم لو هو العقد موضوعه تنفيذ منفق عام أنا مش بدور في الشروط الاستثنائية. هنا هو اعتبر إن إيه؟ إن في شرطين بس. لان هو في الحاله الاستثنائيه ديت اكتفى بالشرطين ان الاداره تكون طرف في العقد وان ايه؟ يكون متعلق بالعقد. في حين ان القاعده العامه ان الثلاث شروط ايه؟ متطلبين. الموضوع كان يعني اتطرح قدام مجلس الدوله الفرنسي في حكم اسمه بيرتان سنه 1956 وقال ان لو كان العقد موضوعه تنفيذ مرفق عام فيكتفى بهذه الصفه وبالتالي يعد العقد اداريا حتى لو لم يتضمن اي شروط استثنائيه. طيب ايه هي عباره تنفيذ مرفق عام؟ يعني طب انا اعمل ايه؟ العامل يصلحه؟ ما تعملش حاجه. لو كان العقد مش متخصصين في الحاجات دي. طب انا اعمل ايه؟ ما فيش حاجه. إذا كان العقد موضوع تنفيذ منفق عام يبقى لا يشترط شروط استثنائية. طب إيه هي تنفيذ منفق عام؟ إيه هو الموضوع ده تنفيذ منفق عام؟ يعني واحد يؤدي خدمة عامة من الخدمات اللي بتؤدى عادة تحت إشراف الإيه؟ الدولة. يعني العقد يكون موضوعه أداء إيه؟ خدمة عامة من الخدمات التي تؤدى عن طريق الدولة. لو كان العقد ده موضوعه يبقى لا يشترط توافر شروط استثنائيه. طيب والقضيه محل النظر اللي هي القضيه بتاعت بيرتان ديت كانت الحكومه الفرنسيه تعاقدت مع اسر معينه عندها. انتوا عارفين فرنسا قتلت في الحرب العالميه الثانيه فلما هم الحلفاء يحاربوا هناك كانوا طلقوا يعني ناس جرحى وكلام من دوت وبالتالي الحكومة تعاقدت مع بعض الأسر على إن هي تشمل بالرعاية هؤلاء الإيه؟ تشمل بالرعاية هؤلاء الناس. طيب هي الناس ديت جاية لمصلحة فرنسا يعني حاربوا مصلحة فرنسا. طيب هما اتجرحوا أو مثلا حصل عندهم ضروب وبالتالي المفروض مين اللي تشيلهم؟ الدولة الفرنسية.
يبقى كونها ان هي طالعه الجرحه ديت مهمه ايه؟ عامه صح؟ ديت مهمه المفروض تقوم بيها الدوله بنفسها. عهدت بالمهمه ديت لاحد الاشخاص يبقى ترتب على كده ايه؟ العقد يعد عقد اداري حتى لو مفروض سلطات وامتيازات استثنائيه لمصلحه جهه الايه؟ جهه الاداره. طيب تفسير عباره تنفيذ مرفق عام، بعض الفقهاء مش عارف جت عندهم منين قالوا لنا ان لو العقد موضوعه تنفيذ مرفق عام فلا يشترط توافق شروط استثنائيه، وبالمقابل لو العقد فيه شروط استثنائيه فلا يشترط ان يتعلق العقد بايه؟ بمرفق عام. يبقى بناء على كلامهم دوت العقود الاداريه ليها شرطين بس. الشرط الاولاني ما فيهوش خلاف لازم يتوفر في كل الحالات، اللي هي ان تكون الاداره طلب او في شخص من اشخاص القانون الايه؟ العام. اما الشرط الثاني فهو شرط تبادلي، اما ان يكون العقد متعلق بمرفق عام واما ان يكون العقد فيه سلطات وامتيازات استثنائيه لجهه الاداره، اما واما. طبعا الكلام دوت انا في وجهه نظري غلط، الحكم ما قالش كده. هو الحكم قال في حال تعرض العقد بتنفيذ مرفق عام، في هذه الحاله هيعفى يعفي القاضي نفسه من بحث الشروط الاستثنائيه. انما لو ما تعلقش العقد بتنفيذ مرفق عام يبقى معنى كده ايه؟ لازم الشروط الاستثنائيه تتوافر ولازم يكون في العقد متعلق بمرفق ايه؟ بمرفق عام. طيب الكلام اللي قاله مجلس الدوله ده ليه؟ عمل كده ليه؟ بكل بساطه الاتجاه بتاع مجلس الدوله دوت اتجاه منطقي وبيتماشى مع روح القانون. ليه؟ هو نظام العقود الاداريه هو نظام يهدف لتحقيق الايه؟ الصالح العام. نظام العقود الاداريه هو نظام يهدف لتحقيق الصالح العام. فاذا كان في عقد موضوعه تنفيذ مرفق عام يعني شديد الصله بالمرافق العامه، هل نخليه نبضعه للقانون المدني ولا الصالح بيقول لنا ان احنا نبضعه للقانون الايه؟ على سبيل المثل عقد امتياز مثلا، امتياز مرافق عام كويس؟ هل نبضع عقد زي ده مع عقد الامتياز موضوعه ايه؟ تنفيذ مرفق عام. واحد الدوله بتجيبه وتقول له ادي الخدمه العامه للمواطنين. طب هل نعتبر بقى عقد زي دوت عقد مدني خاضع لاحكام القانون المدني ويبقى الاداره والطرف الثاني بينهم مساواه والمواطنين يروحوا يشربوا من البحر؟ صح؟ ولا نعتبره احسن عقد اداري وندي للاداره اللي هي ممثل المصلحه العامه ممثل مجموع الشعب سلطه ويد عليا في العقد؟ صح ولا مش صح؟ ادي للاداره. هو ديت العله من موضوع ايه؟ تنفيذ مرفق عام. الحاجه الثالثه أو الشرط الثالث احتواء العقد على شروط استثنائية. عنناقشها في صورة فرعين، الفرع الأول ضرورة احتواء العقد على شروط استثنائية، الفرع الثاني إيه هو المقصود بالشروط الاستثنائية. الفرع الأول ضرورة احتواء العقد على شروط استثنائية. شروط الاستثنائية طلعت لنا من ساعة قضاء مجلس الدولة في الفرنسي 31 يوليو 1912. عارفين نظرية العقود الإدارية والقضاء الإداري كله. القانون الإداري جاي لنا أصلاً منين؟ من فرنسا. إحنا خدنا النظريات وطورناها ولائمناها مع واقعنا الإيه؟ المصري. لكن النظريات أصلها إيه؟ فرنسي. طيب أول حكم اتكلم على ضرورة احتواء العقد على شروط استثنائية كان في 31 يوليو 1912. طيب الشروط الاستثنائية زي ما قلت لكم هي مظهر السلطة العامة في العقود الايه؟ في العقود الإدارية. يعني ايه مظهر السلطة العامة؟ وليه العقد لازم يتعلق لازم يكون فيه شروط استثنائية؟ بكل بساطة الإدارة لها الخيار بين أن تفرض عقودها وفقا لاحكام القانون الخاص اللي هو القانون المدني او وفقا لاحكام القانون العام اللي هو القانون الايه؟ الاداري. لا يوجد التزام على عاتق الاداره ان هي تفرض عقودها وفقا لاحكام القانون الايه؟ الاداري. يعني الاداره هي اللي بتختار. طب ليه احنا بندي الاداره الحق في الاختيار بين اقطاع عقودها لعقود القانون الاداري وتبقى عقودها عقود اداريه أو إخضاع عقودها لعقود القانون المدني بتبقى عقود مدنية؟ بكل بساطة
الإدارة هي القوامة على تحقيق المصلحة الإيه؟ العامة. وقد يتراءى للإدارة، الإدارة ممكن تشوف إن هي تخضع عقودها للقانون المدني دوت أحسن ويتناسب أكثر مع مقتضيات الواقع. زي إيه مثلا؟ الإدارة بتتعاقد مع محتكر، شخص معين محتكر، كويس؟ مفيش غيره، هو الوحيد اللي بيدي السلعة. تعالى يا عم نتعاقد وفقا للقانون الإداري، لا مش جاي متعاقد معاك وفقا للقانون الإداري، هتعمل إيه الإدارة؟ هتجيبه بقى تمسكه من إيديه وتقعد تضربه بالخرسانة وتقول له أنت لازم تتعاقد وفقا للقانون الإداري؟ تعب يعني إيه؟ لو غلطان يبقى هتتعاقد معاه وفقا للقانون الإيه؟ القانون المدني أو القانون الخاص. في أحوال تانية الإدارة ممكن تشوف ان المصلحه العامه ان هي تتعاقد وفقا للقانون الايه؟ القانون الخاص. طيب احنا هنعرف منين؟ هنعرف من الشروط والامتيازات الاستثنائيه، على اعتبار ان الشروط والامتيازات الاستثنائيه هي مظهر السلطه العامه في العقود الاداريه. القضاء قال لنا ان طالما العقد فيه شروط وامتيازات استثنائيه فذلك يدل على رغبة جهة الإدارة في إخضاع عقودها للقانون الإيه؟ للقانون العام. طيب هي دي الفلسفة. عندكم أحكام هي وعندكم دوافع التعاقد وفقا للقانون الإيه؟ الخاص. يهمني أقول لكم إن الشروط الاستثنائية يعني كون إن الإدارة تفرض شروطها في العقد دي بيتناسب مع فرضية التفاوض بطريقة عكسية. يعني ايه؟ يعني كل ما كان الإدارة موقع أقوى كل ما الشروط الاستثنائية اللي تظهر، كل ما الإدارة كانت في موقع واقعي أضعف كل ما الشروط الاستثنائية لقيتها ضعيفة وباهتة ويمكن تزول من العقد ويبقى العقد ايه؟ مدني. طيب الإدارة مثلا بتعلن عن مقاولة معينة، أنا عايز أبني مبنى زي ده، عملت الإعلان هتلاقي 1100 مقاول جايين عايزين يقدموا وعايزين يتاخدوا وعايزين يجوا يبنوا إيه؟ المبنى. ساعتها الإدارة هتحط رجل على رجل وتفرض شروطها ولا هما اللي هيفرضوا شروطهم؟ الإدارة هي اللي هتقدر تفرض إيه؟ شروطها، لأن هي في موقع إيه؟ في موقع أقوى. طيب لو الإدارة رايحة تتعاقد مع المحتكر هو اللي هيحط رجل على رجل ويفرض شروطه ولا الإدارة اللي هتفرض شروطها؟ هو اللي هيحط رجل على رجل ويفرض شروطه. طيب لو في الوضع ده كده هنلاقي العقد فيه شروط وامتيازات للإدارة واضحة ولا هنلاقيها متباهتة يعني باهتة أو متظاهرة خالص ما فيهوش شروط وامتيازات للإدارة؟ صح؟ عشان كده العقود او الشروط والامتيازات الاستثنائيه بتتناسب مع حريه التفاوض بطريقه ايه؟ بطريقه عكسيه. طيب انا عن نفسي انا كايمن فتحي كفقيه انا شايف ان الشرط دوت مش لازم في كل الاحوال. المحكمه والمحاكم بتستلزمه بس انا شايف انه مش لازم. ليه مش لازم؟ زي ما قلت لكم العقود الاداريه بما تعطيه للاداره من سلطات وامتيازات وبما تكرسه من وضع استثنائي النظام القانوني هذا لم يوضع عبثا. يعني ايه لم يوضع عبثا؟ هو النظام دوت موجود عشان يحمي مصلحه الشعب، عشان يحمي مصلحه الافراد اللي هم متصلين بالمرفق العام. صح ولا مش صح؟ مش العقد لازم يكون متصل بالمرفق العام؟ طيب المرفق العام ده مش بيأدي خدمات الجمهور الناس؟ طيب النظام الاستثنائي ده كله جاي عشان يحمي في الاخر جمهور الايه؟ جمهور الناس. هي الاداره ديت كائن حقيقي يعني ليه وجود في الحقيقه ولا خيال قانوني؟ خيال قانوني ممثل لمجموع مصالح الايه؟ الشعب. طيب اذا كان في عقد معين متصل اتصال شديد بالمرفق العام اروح انا اسيب مصالح الناس رهن بين الطرف الثاني واخضع العقد لاحكام القانون المدني بما يعنيه ذلك من مساواه بين الطرفين؟ لا صح؟ وعشان كده يمكن الفرنسيين كانوا اذكياء لما قال لي لو العقد موضوعه تنفيذ منفق عام يبقى ساعتها هيخضع للقانون الاداري في شروط استثنائيه وما فيهوش شروط استثنائيه، احنا ما بناخدش بالمنهج وده خطا وادلل لكم قدام شويه قد ايه الموضوع ده خطا. ماشي المقصود بالشروط الاستثنائيه ايه هي الشروط الاستثنائيه؟
محكمة التنازع الفرنسية، وأنا قايل لكم إن نظرية العقود الإدارية كلها جاية من فرنسا. كويس، محكمة التنازع الفرنسية في حكم قديم وعتيق لها سنة صدر سنة 1952 قالت لي إن الشرط الاستثنائي يتمثل في كون حقوق والتزامات المتعاقدين المتبادلة تختلف عن تلك التي تنتج عادة عن عقود القانون الخاص. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ المفروض إن عقود القانون الخاص بتقوم على أساس الإيه؟ المساواة، زي زيك. كويس؟ وبالمنطق دوت، بالمنطق دوت المفروض إن يبقى فيه تعادل في الكفتين. العقد ما بيجيش يقرر لأحد الطرفين حقوق استثنائية، لا، هديك مثلا على كده، أنت رايح تعمل عقد إيجار، أو رايح تشتري حاجة، رايح للبايع، أو رايح للمؤجر، فبيحاول يفرض عليك شروط أنت مش عايزها، هتقول له إيه؟ عملت الحاجة بتاعتك وروح اشربها، في 100,000 جنيه، صح؟ أنا إيه اللي هيخليني أعمل بحاجة زي كده؟ الكلام ده ليه صفة مطلقة؟ لا، ملوش صفة مطلقة، أنت ممكن تتزاد للواحد مثلا هو محتكر عنده حاجة مش موجودة عند غيره. مثلا لو انت روح تبرم عقد لشراء شركة موبايل، انت بتقعد تتناقش في الشروط والكلام دوت، هو عقد هتمضيه امضي، مش هتمضيه خد بعضك واتكل على الله، صح؟ طيب ماشي، العقود اللي زي ديت فيها تتشابه بصفة كبيرة مع العقود الإدارية. هو المقاول مثلا وهو رايح يمضي العقد مع الإدارة بيقعد يتشرف ويقول لها دوت ودوت، لا، خد الوثيقة مطبوعة عندك والشؤون القانونية بتاعتنا أعدتها، وهي أصلا حاجات مركزية بتعمم الدولة بتوزعها على كل الإدارات نموذج للتعاقد، خد واطلع الكريم، ما طلعتش خد بعضك واتكل على الله، في 100,000 عايزين إيه؟ يتعاقدوا، صح أو مش صح؟ طيب الشروط الاستثنائية اللي هي بتصب في مصلحة الإدارة ممكن تكون على ثلاث انواع، ممكن تكون شرط غير مشروع لو ورد في القانون الخاص. ليه احنا بنقول استثنائيه؟ لان هي لا ترد عاده في عقود القانون الخاص. ليه لا ترد عاده في عقود القانون الخاص؟ لثلاث اسباب. السبب الاولاني ممكن تكون الشرط لو ورد في عقود القانون الخاص شرط غير مشروع. السبب الثاني ممكن يكون شرط مستحيل، استحاله انه يرد في عقود القانون الخاص. الشرط الثالث ممكن يكون صعب القبول. بالنسبه للشرط الاول غير اللي هو خير المشروع لو ورد في عقود القانون الخاص، زي ايه مثلا؟ لما تيجي الاداره تحط للمتعاقد معها اعفاء ضريبي، لما تيجي تعمل للمتعاقد معاها اعفاء ضريبي، في واحد من اشخاص القانون الخاص بيتعاقد مع شخص ثاني من اشخاص القانون الخاص، يعمل لواحد اعفاء ضريبي يقول له روح انت الفلوس اللي واخدها دي محترمه الضرايب، ها؟ ده يبقى تهرب ايه؟ ضريبي. تهرب ضريبي، يعني الاثنين هيروحوا فين؟ طيب استحاله الشرط في القانون الخاص، زي مثلا العقد اللي بيدي للاداره الحق في التنفيذ المباشر. التنفيذ المباشر يعني ايه؟ او التنفيذ الجبري يعني ايه؟ في التنفيذ الجبري يختلف عن المباشر. التنفيذ الجبري يختلف عن المباشر. التنفيذ المباشر الاداره بتنفذ قراراتها مباشره، الجبري ده بيكون ليه طابع الايه؟ الجبري. طيب الاداره مثلا ضربي انت متعاقد معاها على حاجه وليك معدات في الموقع بتاعك، راحت حاجزه على المعدات بتاعتك وقالت لك بص اجيب لي الحاجه يا اما المعدات اروح ابيعها بالمزاد واخد فلوسي. هل اشخاص القانون الخاص يقدروا يعملوا كده؟ لا. هل هم ليه؟ هم القانون ما بيدوهمش سلطه التنفيذ المباشر، ولا بيديهم امكانيه التنفيذ الايه؟ الجبري. ده التنفيذ الجبري لو كل واحد ليه حق في التنفيذ الجبري مشاريع تلغاء، ده هي الدوله اصلا فلسفه الدوله نظريه الدوله مبنيه على ان انت عايز تقتضي حقك تقتضيه عن طريق الايه؟ القضاء. تقتضيه عن طريق القانون والايه؟ والقضاء. انما انت تاخد قراراتك وتروح تنفذها كده بمزاجك، لا، ده حاجة مستحيلة في القانون الخاص. لكن في القانون العام القانون بيكرس الإمكانية ده في مصلحة جهة الإيه؟ جهة الإدارة. مثلا الشرط اللي بتمنح بمقتضى الإدارة المتعاقد معاها الحق في نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة. الإدارة جايبة مرتزق مثلا، واحد يبني لها مرفق عالي،
فقال لها حته الارض اللي جنبنا ديت احنا محتاجينها ندخلها في المشروع، المشروع المرفق العام اللي احنا عايزين نبنيه. فالاداره بتديله امكانيه بالعقد انه ينزع للمنفعه العامه. طيب انت تقدر وانت بتعمل عقد مع واحد تاني زيك ان انت تديله سلطه ان هو ينزع للمنفعه العامه؟ ها؟ ده مش معقول. ها؟ طيب صعبه القبول بقى، ده النوع الثاني من الشروط. صعبه القبول الشروط صعبه القبول بتكون في الحالات اللي تمنع فيها شروط العقد احد اطرافه حقوقا او ترتب عليه التزامات تختلف بطبيعتها عن تلك التي يتفق عليها الاطراف بحريه في مجال القانون الخاص. وحكم مين قبل ما كلمه بحريه في مجال القانون الايه؟ الخاص. دي خط تحت كلمه ايه؟ بحريه. المقصود حريه الايه؟ حريه التفاوض. هي حريه التفاوض اصلا جايه منين؟ كل واحد فينا وليه قاعده عامه في الحياه، كل واحد فينا بيتفاوض. اللي بيحدد قوته في التفاوض هو مركزه الايه؟ الواقع. مركزه ايه؟ الواقع. طيب يعني معنى كده لو انت في مركز واقعي ضعيف الطرف وانتوا الاثنين من اشخاص القانون الخاص، الطرف الاخر ممكن يجبرك على قبول شروط انت مش عايزها، صح ولا مش صح؟ او انت مش راضي، يعني ايه؟ انت مش عايزها بس في الاخر مضطر، لان انت ايه؟ ما عندكش مركز قانوني واقعي او مركز قانوني او واقعي قوي تقدر منه ان انت ايه؟ تفرض شروطك او تقف ان انت بالند للشخص اللي قدامك. العقود المدنيه قايمه على نظريه الند بالند. كويس؟ انتوا الاثنين طرفين وانتوا الاثنين ليكوا حقوق والتزامات. والفرق ان انتوا الاثنين في مجال او في مركز متساوي. كويس؟ ودي هي القاعده العامه. انت عايز تأجر في 100,000 شقه، لو الراجل المؤجر جه حاول يحط شروط معينه معقده مثلا او بتكرس من حقوقه، انت تقول له لا مش موافق. والقاعده العامه كده في كل حاجه. طيب في بقى حالات استثنائيه في القانون الخاص. زي مثلا ايه؟ محتكر. انت هتعمل مع ايه؟ كويس؟ واحد محتكر مثلا. مثلا تاجر ورق مثلا. او مثلا حاجات كتير. محتكر، واحد محتكر، محتكر للسلعة، لو رفع ثمنها وخلاها بكام اللازم، والسلعة ضرورية، أنت اعطيت إيه؟ تشتريها، هتقدر تقول له لأ؟ لا. طيب، بالنسبة مثلا لشركات الموبايل، شركات الموبايل ديت نوع من أنواع الاحتكار اسمه احتكار قلة، هما كام شركة بس بيقعدوا يتفقوا مع بعض اللي عايزينه إيه؟ بيمشوه. ده نوع من انواع الاحتكار اسمه احتكار القلة، ده بيمكنهم ان هم يعملوا ايه؟ عقود مطبوعه، عاجبك تمضي، عاجبك مش عاجبك اتكل على الله، هتروح للشركه اللي جنبها هتلاقي نفس العقد. طيب في الاحوال اللي زي ديت بتلاقي ان حريه التفاوض ضعيفه. دي بتشبه في كثير من الاحيان العقود الاداريه، ساعتها اللي في وضع او في مركز قانوني قوي يقدر يفرض عليك شروط في كارثة من سلطات ممتازة. ده زي العقود الايه؟ الإدارية. طيب الشروط والامتيازات الاستثنائية يكفي ان تلب في العقد صلب العقد او في وثائق. ده نقطة. يعني ممكن تلب في صلب العقد اللي انتم مقررينه او الوثائق بتاعته. العقود الاداريه عاده بيكون فيها وثائق ملحقه بالعقد. يعني لو النص على شرط استثنائي، وده الغالب ان النص على شرط استثنائيه بتلب في الملحق بتاع العقد، في الوثائق الملحقه بالعقد. يبقى في الحاله دي طالما الاثنين ماضيين عليها وموقعين عليها يبقى تعد جزء من العقد، وبالتالي تكفي لتوافر الشروط الايه؟ الاستثنائيه. زي ايه بقى الشروط الاستثنائيه؟ عندكم حكم اللي هو حكم المحكمه الاداريه تاريخ 24 مارس 2015، اقروا وانتوا هتقولوا لي ايه هي الشروط الاستثنائيه.
فسخ العقد يبقى انا ما عنديش كلام كده، يعني نتكلم نطلب الكلمه ونقول الكلام اتفضلي يا استاذ. فسخ العقد هم فسخ العقد فسخ العقد ماشي شكرا اتفضلي يا عمر. دي مريكو قالت فسخ العقد. طيب ايه تاني؟ عن الشهادات الاخرى لمده شهرين ماشي فسخ العقد. ايه تاني؟ اتفضل. انا من مؤسسه النشاط لمده شهرين بيديها حق فسخ العقد. شكرا اتفضل. ماشي اتفضل. تمكين احد الافراد من الاستئصال بالمال العام المملوك للدوله. الاستئصال بالمال العام المملوك للدوله كلام جميل. شرط استثنائي برضه. ماشي اتفضل. تعدل في شروط العقد ذات نفسه دوت ده ماشي. شكرا اتفضل. دوت تطبيق لحق من حقوق الاداره الاستثنائيه ان هي تقدر تعدل العقد بارادتها الايه؟ المنفرد او المهوري. دفع 10% برضه من قيمه العقد. دفع 10% تامين من قيمه العقد. ماشي. خدوا بقى بالتفصيل. عندي مثلا في الحكم دوت المحكمه قالت ايه؟ ان والموضوع متعلق بعقد ايجار، وعقد ايجار ايه؟ كافيتيريا. عقد ايجار كافيتيريا. ودوت ممكن يكون بالنسبة للقانونيين كتير صعب انه يتبلع. عقد ايجار ليه؟ يعني اعتبره عقد اداري ويخضع للنظام الاستثنائي بتاع العقود الادارية. فالمحكمة برضو اصدرت ان هي عارفة ان الموضوع صعب يتبلع، فعددت لي الاسباب اللي قالت علشان ان العقد عقد ايه؟ اداري. فقالت لي ان ابرام العقد تم وفقا لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمساعدات ونص البند السادس من العقد على دفع المستاجر تامين نهائي 10% دوت وفقا لاحكام الايه؟ قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. البندين السابع والثامن خولوا الجهه الاداريه الحق بفسخ العقد دون حاجه الى تنبيه او انذار في حاله التاخير عن سداد الاجره لمده شهرين وفي حاله التوقف عن ممارسه النشاط لمده شهرين زياده على ذلك او علاوه على ذلك ان كراسة الشروط والعقد احالت الى احكام القانون ولائحته التنفيذيه اللي هو قانون تنظيم المناقصات والايه والمزايدات بما تضمنته احكام الماده 121 وما بعدها من لائحه قانون تنظيم المناقصات والايه والمزايدات. وحط في دماغك كقاعده عامه ان الاداره طالما احالت للائحه قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذيه في عقدها يبقى العقد عقد اداري. ليه؟ او يعد الاحاله دي كافيه لتوفير الشرط السادس المتعلق بايه؟ بحقوق الامتيازات الاستثنائيه. ليه؟ هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بيعمل ايه؟ ده بياكد ويكرس حقوق وسلطات الاداره وامتيازاتها الاستثنائيه. طيب طالما العقد او وثائقه احاله للقانون دوت ولائحته هيعد العقد ولائحته جزء متمم للعقد الاداري اللي ابرمته الاداره مع الشخص ده، وبالتالي السلطات والامتيازات الاستثنائيه الموجوده في القانون هتعتبر جزء من احكام الايه؟ من احكام العقد. خلاص فاهمين؟ طيب عندكم حكم تاني لوقت 1 سبتمبر 2015 الموضوع بقى هنا انا جايبه لكم بتاع حكم 2015 دوت بتاع 1 سبتمبر عشان اكد لكم في دماغكم ان العقد الاداري ممكن يكون موضوعه اي حاجه زي مثلا عقد البيع. الدوله بتبيع، المفروض دوله بتبيع ما يبقاش عقد اداري واحد بيبيع. المحكمه هنا قالت لي لا، عقد البيع كان موضوع متعلق بعقد بيع اراضي معينه الدوله بتطرحها للاستصلاح. هي بتعمل ايه؟ بتبيعها صح؟ هي بتبيعها. طيب هي بعتها، الراجل اشترى ما استصلحش. المحكمه اعتبرت ايه؟ المحكمه اعتبرت ان وجود نص في العقد يخول الاداره سلطه استرداد الارض مره ثانيه دوت نص ايه؟ استثنائي. فحتى عقود البيع ممكن تعتبر عقود اداريه اذا اشتملت على ايه؟ على سلطات وامتيازات استثنائيه لجهه الايه؟ الاداره. الشرط غير مألوف في العقود الاستثنائيه. برافو عليك. طيب خلاص عندنا بعد كده هنكمل في دراسه تطبيقيه اهم العقود الاداريه. عقود بقى، طيب
تقعد تخرجوا لورا واعيروني انتباهكم. العقود الإدارية لا تقطع الحصر. يعني ايه؟ أي عقد يتوقف فيه الثلاث شهور دي إياهم دولك يبقى عقد ايه؟ إداري. ما عندناش احنا حصر العقود الإدارية. لكن بصفة عامة احنا بنقسم العقود الإدارية لطائفتين كبيرتين. عندنا بلوكتين كبار كده عقود إدارية. عندنا الطائفة الأولى ديت بتشمل عقود بتقطع لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات. اللي هو المناظر في فرنسا لقانون الصفقات العامة. طيب قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ده بيشتمل على ايه؟ بيشتمل على احكام خاصة في اجرام العقد الاداري اللي هي بتقيد الادارة بقاعدة اختيار الايه؟ الاكثر او الافضل. وهندرسها الاحكام دي بالتفصيل. ابرزها ان يكون التعاقد وفقا لآلية معينة اللي هي المناقصة والمزايدة اللي هي المناقصة والممارسة والحاجات اللي هندرسها بالتفصيل قدام. ده يكون تاني نقطة إن هي بتكرس سلطات وامتيازات الإدارة الاستثنائية. وفي الغالب العقود دي بتبقى عقود مطبوعة. في الغالب بتبقى عقود مطبوعة. ديت اسمها إيه؟ العقود التي تخضع لقانون تنظيم المناقصات والإيه؟ والمزايدات. دي الطائفة الأولى. زي إيه مثلا؟ عندي عقد الأشغال العامة وعقد التوريد. أهم عقدين في العقود اللي تخضع لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات. الأشغال العامة والإيه والتوريد. وعندي عقد البيع الإداري، عندي الترخيص بشغل المال العام، عندي عقد النقل الإداري، وعندي عقد التوظيف الإداري. الجماعة اللي حضروا معايا وظيفة عامة امبارح العقود بتاعت العمالة المعقدة دي عقود إيه؟ توظيف، وعقود التوظيف عقود إيه؟ إدارية. طيب دي الطائفة الأولى، الطائفة الثانية هي عقود لا تخضع لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. عقود لا تتخير فيها الإدارة باختيار في الاختيار المتعاقد معها بالأحكام اللي احنا لسه متكلمين عليها اللي هي المناقصة والممارسة والكلام ده. إما ليه؟ عقود عندي للإدارة سلطة كبيرة في اختيار المتعاقد معها. نقول لها بصي أنت حرة مطلقة اليدين اذهبي فاختاري ما شئت. كويس؟ ديت حاجه يبقى هي حره في اختيار المتعاقد معها. اثنين غالبا زي ما قلت لكم العقود الاداريه بتبقى ايه؟ نماذج مطبوعه وواضحه. طيب العقود ديت لا دي فعلا عتم وفقا لحريه التفاوض. الاداره والمتعاقد معاها يقعدوا يتفقوا واللي اتفقوا عليه يكتبوه فين؟ في العقد. طيب احنا حريه التفاوض في العقود الاداريه في القاعده العامه قلنا ايه؟ منقوصه. يبقى النظام ده هو النظام ايه؟ استثنائي. طيب ايه هي بقى العقود الاداريه دي؟ اللي هي الاستثنائيه دي. يعني احنا الثانيه اللي هي بتخضع لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات شفنا الاشغال والتوريد، شفنا التوظيف والنقل الاداري وخلافه. العقود ديت بقى ايه؟ اللي هي النوع الثاني ابرزها عقد تفويض المرفق العام. عقود تفويض المرفق العام. طيب عقد تفويض المرفق العام اهم صوره من صوره عقد امتياز المرفق العام. طيب عقود تفويض المرفق العام. عقود تفويض المرفق العام ديت عقود مفهوم مصطلح قانوني بيشمل تحديد كذا نوع من انواع العقود. اهمها واكثرها انتشارا عقود الامتياز. عقود الايه؟ الامتياز. طيب صفحه 44 صفحه 45 ديت قراءه. يعني ايه؟ انتوا الروعه مع نفسك. على فكره الكلام ده مهم لنظريه العقد الايجابي. كويس؟ انتوا عارفين يعني ايه؟ مهم جدا ان انت تعرف تجيب المعلومه منين. كويس؟ طيب بالنسبه بقى نبدا في الدراسه بتاعتنا. عقود الامتياز نقدر نقول ان عقود تفويض المرفق العام ليها ثلاث اجيال. ليها ثلاث ايه؟ اجيال. في الجيل الاول، الجيل الاول اسمه
عقد الامتياز وصورته التقليدية. ده الصورة التقليدية بتاعت عقد الامتياز. الجيل الثاني اسمها عقود البي او تي. الجيل الثالث اسمها عقود المشاركة. عقود الايه؟ المشاركة بين القطاع العام والخاص. طيب لو جينا نبدأ في ماهية عقد الالتزام. اللي هو عقد الالتزام بصورته التقليدية. صفحة 47. لو جينا نعرض عقد الالتزام هو عقد بمقتضاه تمنح الإدارة أحد الأشخاص في الغالب أحد أشخاص القانون الخاص فرد أو شركة مهم التنفيذ مرفق عام. يبقى العقد دوت موضوعه إيه؟ تنفيذ مرفق عام. موضوع العقد هو تنفيذ مرفق عام. يقصر اللجوء عندك الفقرة الثانية في الضرورة الأول عامل على إيه؟ يقصر اللجوء لعقد التزام المرافق العامة في المرافق ذات الطبيعة الاقتصادية. ليه في المرافق ذات الطبيعة الاقتصادية؟ احنا بنقول ان الإدارة لما بتيجي تدير اي حاجة بأموالها وبعمالها بتديرها بطريقة روتينية. طريقة ايه؟ روتينية. الروتين لا يتماشى مع طبيعة المرافق الاقتصادية. يبقى الاحسن ايه؟ الاداره تروح تجيب واحد من اشخاص القانون الخاص تقول له تعالى دي، صح؟ طيب اثنين، المرافق العامه الاقتصاديه بيكون طبيعه النشاط ذات نفسه اللي هو النشاط الاقتصادي يسمح بتحقيق ربح. كويس؟ فالربح دوت مين اللي هياخده؟ المنتزه. يبقى الاداره كسبت ان هي ايه؟ شالت من على دماغها حمل المرفق، هتفرغ نفسها للمهام الاكثر اهميه وجابت واحد من اشخاص القانون العام دير يا سيدي والربح اللي هيطلع خده. طيب الفقره الثالثه ويبدو ديت ويبدو ان قانون مصر عنده عليها اكس. معيار التفريع بين العقود التي تخضع لقانون الصفقات العامه اللي هي العقود الاداريه صورتها التقليديه وعقود التزام المرافق العامه. هما في الفرق بيقول ان الفرق بين عقود التزام المرافق العامه وعقود قانون الصفقات العامه اللي هي العقود التي تخضع لقانون تنظيم المنافسات والمزايدات في نوعيه المقابله. في نوعيه الايه؟ المقابل العقد. عقود تنظيم المنافسات والمزايدات المقابل بيبقى فيها محدد عند التعاقد والاداره بتدفعه مراحل. كويس؟ او على الاقساط، بس هو الاهم ان المقابل ده الراجل بياخده منين؟ من الاداره. يعني انت الاداره عملت عايزه تبني مبنى، هتعلن عن مناقصه، الراجل عاجلها، المناقصه بتحدد فيها الايه؟ الثمن. والثمن هياخده منين؟ من الاداره. عقد التوريد زي كده، عقد التوظيف زي كده. انما في عقود الامتياز الوضع مش كده. لما الوضع ايه؟ اولا المقابل لا يكون محدد بطريقة مبدئية قاطعة. ليه؟ العقد مثلا ما يعود 30 سنة. انا ما اعرفش بالظبط كام اللي هيدفع. ده نقطة. تاني نقطة. ان الادارة ما بتدفعش هي المقابل. اما مين اللي بيدفعها؟ الافراد المستفيدين من خدمات هذا الايه؟ هذا المبنى. اتفضل قول. بناء على المنافسات اللي بتقدمها الوريد من الموردين او المقاولين. ماشي، شكرا سيدي. اتفضل يا اخويا. سمعتكم بتسالني هل المنافسه بتحدد الثمن اللي قبلها ولا بناء على ايه؟ ولا بناء على العروض او العطاءات اللي بيقدمها اصحاب الشركه. زي ما احنا هندرس قدام، ما تستعجليش شويه، ما تستعجليش. المناقصه المفروض ان الاداره بتطرح العمل والافراد بيتناقصوا. كل واحد فيهم بيقدم العرض بتاعه والاداره بتختار اقل عرض فيه. لكن في ثمن، حاجه اسمها ثمن مبدئي او ثمن تقريبي، ده ممكن يرد في الاعلان بتاع المناقصه. الاداره تقول ايه؟ انا عقد اقبل ابتداء من ايه؟ من كذا، او من اقل من ايه؟ من كذا. الموضوع ده هندرسه بالتفصيل قدام. طيب ارتبط عقد الامتياز بالعميل. عقد الامتياز كعقد ليه مزايا وعليه وليه عيوب.
المزايا بتاعها تخليص المنفق من الروتين صح؟ الإدارة تيجي تجيل أي حاجة تقعد في الدنيا بالروتين بتاعها. اتنين إن هي بتنفر على إيه؟ على الملتزم. طيب في المقابل العيوب بتاعها هنلاقي العيب الأول، هنلاقي ارتفاع تكلفة الخدمة اللي بيقدمها الملتزم. ليه؟ لأن الملتزم عايز يطلع عليه فبيضيف الإيه؟ فبيضيف الربح بتاعه لتكلفة الإيه؟ الخدمة. تكلفة الخدمة اللي بيحصل لها بترتفع صح؟ طيب الإدارة ممكن تعوض ده بإن هي تقول له إيه؟ لا إحنا مش عايزينك ترفع التكلفة، إحنا عايزين إيه؟ الفرق. بس من جهة تانية لو هي الإدارة عم تجيب فرق يبقى لازم منها يجيب ملتزم وتشيل من على دماغك عبء المنفق. يعني هي معادلة جدا ماشي؟ كمان عقد الالتزام تتطلب في العديد من الاحوال بتدخل العناصر الاجنبيه. في الغالب من الاحوال بيكون الملتزم شخص ايه؟ شخص اجنبي. في الغالب من الاحوال بيكون الملتزم شخص ايه؟ اجنبي. طبعا الشخص الاجنبي لما بيجي الدوله بتاعته هو يعني احد رعايا دوله معينه. فهو بيبقى مسنود على ايه؟ على الدوله بتاعته. الدوله بتاعته ممكن تتدخل. المثل الأشهر على ذلك حفر قناة السويس عندنا. الإنجليز يحتاجونا بسبب إيه؟ بسبب القناة، صح؟ وبعد كده لما جم سنة 56 وكانوا عايزين يحتاجونا مرة تانية، كان بسبب إيه؟ بسبب القناة. طيب، ناخد راحة 3 دقايق، 10 سيجارة، هديها 5 دقايق، هتقول لي الورقة اللي أنتوا سألتوا فيها سميكو. اي عقد المفروض انه يتم بايه؟ بالطرفين. يتم بالطرفين. الحقوق والالتزامات بتاعه العقد تنصرف فقط لطرفي العقد. كويس؟ ما هو العقد ايه؟ العقد شريعه المتعاقدين. هما الاثنين ينشئوا التزامات، هو التزامات زي ما هما عايزين بس منهم بطل. انما شخص ليس بطرف في العقد. هل يلتزم بمضمون العقد؟ لا، صح؟ طيب، عقد الالتزام بقى بيطبق على القاعدة دي. عقد الالتزام دايما فيه طرف ثالث. عارفين مين الطرف الثالث؟ الطرف الثالث اللي كانوا عمالين يتكلموا عنه في التلفزيون. هو العقد بتاع الالتزام ده اللي فيه طرف ثالث.
اللي هو مين؟ المواطني. احنا متفعين بخدمات الايه؟ المرافق العامة. الناس دي هي في الحقيقة بالرغم ان هي غير ممثلة في العقد الا انها هي المستفيدة من ايه؟ من المنفعة. ده المفروض اصلا ان العقد ما اتعملش غير عشان ايه؟ غير عشان خاطر الناس دي. وبالتالي العقد في نوعين من البنود. في بنود والتزامات بتقتصر على طرفي العقد. وفي حاجة اسمها وفي بنود تانية بتنصرف للمواطنين. وهتشوف الكلام دوت نتيجة وسائل. هنلاقي ان عقد الالتزام بيتضمن نوعين من النصوص، نصوص تعاقدية ونصوص تعاقدية. النصوص التعاقدية هي التي تنظم النواحي المالية بين المتعاقد والإدارة. زي ايه مثلا؟ مدة العقد، الإعانات المالية اللي بتقدمها الإدارة للمتعاقد معها. احنا مش قلنا ان الإدارة ممكن عشان تخفض التعريفة بتاعة الملتزم تقسم شوية مساعدات؟ طيب ديت بتعد من البنود الايه؟ التعاقدية. طيب في بقى حاجة اسمها بنود لائحية. البنود اللائحية هي البنود التي تتعلق بكيفية تنظيم وإدارة المرفق موضوع العقد. تنظيم وإدارة المرفق موضوع الايه؟ موضوع العقد. زي مثلا المرفق بيفتح الساعة 7 الصبح. زي مثلا المرفق بيقدم خدمته للمواطن مش عارف بمبلغ كذا جنيه. بالرغم من ان بيقدم خدمته للمواطن بمبلغ كذا جنيه ديت، ده يعتبر بند مالي، لان اصلا الملتزم بياخد المقابل العقد بتاعه منين؟ من الشخص. لكن نظرا لان اللي بيدفع الكذا جنيه دوت ما هياش الاداره وانما المنتفع بخدمه المرفق اللي هو مواطن، احنا بنعتبر البنود في العقد اللي بتحدد كذا جنيه ديت بنود ايه؟ بنود لائحية. طيب تعرف عليه عقد الالتزام محكمة القضاء الإداري وهي بتبين الفتاوى ديت، قالت لي ان عقد الالتزام ينشئ في احد شقيه مركزا لائحيا يتضمن تخويف الملتزم حقوقا مستمدة من السلطة العامة يقتضيها قيام المرفق واستغلاله. هذا المركز اللائحي يسود العملية بأسره. أما المركز التعاقدي فيعتبر تابع للمركز اللائحي وليس من شأنه أن يحول دون صدور نصوص لائحية جديدة تمس الملتزم. يبقى من خلال الكلام دوت المحكمة بتقر أولا بوجود نوعين من النصوص، نصوص لائحية ونصوص تعاقدية. بتقول إن جوهر العقد الأساسي ما هوش النصوص التعاقدية، ده النصوص اللائحية. طيب يترتب على الموضوع دوت التفريق بين النصوص التعاقدية واللائحية نتيجة ثبات الأهمية. الإدارة يحد لها بإرادتها المنفردة تعديل بنود العقد اللائحية، ولا يستطيع الملتزم أن يحتج بأنه ليه حق مكتسب أو مثلا محدش يقدر يعدل بنود اللائحية. عشان كده أنا بقول لكم ان لازم اي عقد يكون موضوعه تنفيذ منفق عام حتى لو ما هوش شروط استثنائيه يبقى عقد ايه؟ عقد اداري. طيب ديت حاجه زياده عن كده، الافراد العاديين الفرد العادي ليه حق الاستناد للنصوص اللائحيه ويقدر يجبر الاداره ان هي تتدخل عشان تخلي الملتزم يحترم هذه النصوص اللائحيه. زي ايه مثلا على سبيل المثال؟ الملتزم لم يحترم التزاماته النابعه من العقد وما فتحش المرفق الساعه 8 الصبح. الراجل كل يوم بيصحى متاخر وبيروح يفتح الساعه 12. الملتزم لم يحترم التعريفه المعينه اللي حددتها الاداره. طيب رحنا قلنا للاداره، الاداره اتدخلت. الاداره قالت لنا لا مش متدخله ما فيهوش دعوه. فامتنعت عن ايه؟ التدخل. يقدر الفرد العادي يروح للقضاء الإداري يرفع دعوى إلغاء على قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن الايه؟ عن التدخل. القضاء يلغي القرار دوت، يبقى الإدارة لازم عليها ايه؟ تتدخل. دي النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة وهي ودي نتيجة خطيرة.
النتيجة الثالثة القضاء في فرنسا اعترف للغير اللي هو المواطنين او المدافعين بخدمات المنطقة بالحق في بالطعن بالإلغاء على النصوص اللائحية. يعني لو النصوص اللائحية بتتناقض مع مبدأ دستوري او مبدأ تشريعي الاشخاص ليهم الحق ان هم يطعنوا بالإلغاء على النصوص اللائحية بتاعت العام. نتائج خطيرة صح؟ خطيرة. طيب آثار عقد الاتزان. في الحقيقة آثار عقد الاتزان هي نفسها آثار أي عقد بتترجم بإيه؟ من حقوق الالتزامات المتبادلة بإيه؟ بالطرفين. بس هنا احنا عندنا طرف ثالث هو كمان ليه حقوق. فعشان كده هنلاقي إن حقوق الإدارة كلها تطبيق للقواعد العامة اللي هي الحق في الرقابة والتوجيه هندرسه بالتفصيل قدام. ده حق تطبيقي من القواعد العامة جاي. حق الإدارة في توقيع الجزاءات أنا مقدم كتاب اسمه غرامة التأخير بيتكلم عن حق الإدارة في توقيع الجزاءات. يبقى دوت برضه تطبيق للإيه؟ للقواعد العامة. الحق في تعديل بعض الأمور العامة دوت برضه باين إيه؟ من القواعد العامة. هل بيطبق على عقد الامتياز لوحده؟ لا بيطبق على كل العقود. حق الإدارة في استرداد الملك برضه بيطبق على كل العقود. هو في الحقيقة حق الإدارة في إنهاء المرفق في إنهاء العقد حتى ولو بدون خطأ من الطرف الآخر. هي شايفة إن المصلحة العامة بتقتضي إن أنا أنهي العقد وآخد المرفق بتاعي تاني. دوت في الحقيقة تطبيق لحق الإدارة في إنهاء أي عقد وفقا لمقتضيات الصالح العام حتى لو الطرف الآخر ما أخطأش. شايفين العقد الإداري حقوق امتيازات استثنائية صح؟ طيب حقوق الملتزم عندي رسم الانتفاع حقه تقاضي رسم الانتفاع وده بيتقاضى من المواطنين بصفة أساسية. عندي المزايا المالية المساعدة اللي هي الفلوس اللي الدولة بتديها له عشان تخلي العقد بالنسبة له يعني دي عائد مادي يعني ما يتحولش لخسارة عليه. التعويضات المحتمله انتوا بس تعرفوا رؤوس الحاجات دي ماشي. طيب هو المنتفعين حق المنتفع انا هيكون حقه ايه؟ هينتفع بخدمات المنفق وحقه في انه يطالب الاداره بالتدخل على النحو اللي انا لسه قايله عليه. اعرفوا الرؤوس دي. طيب تفصيل طبعا موجود تحت. تطور عقد الامتياز كان القضاء ايه؟ رجعوا لهم ورا وركزوا معايا. تطور عقد الامتياز كان القضاء في الحقيقه عقد الامتياز دوت كان عقد جديد رواج في القرن ال 18 وال 19. جاء في القرن العشرين النص الاول في رواج النص الثاني في كساد. كساد دوت جاي من ايه؟ اولا الاشتراكيه انتشرت في الدنيا. انتوا عارفين ان المذهب الاشتراكي اللي هو المذهب اللي نادى بيه كارل ماركس وفريدريك انجلز الاثنين المذهب دوت كان اصلا جاي كرد دفاع او كصرخه من الفقراء على ايه؟ على ديكتاتوريه الاغنياء. الناس اغنياء ومعاهم فلوس كتيره الدوله ما بتتدخلش خالص الغني بيستعبد الضعيف وبالتالي تلاقي ناس مش لاقيه تاكل وتلاقي ناس مش لاقيه تتعالج وتلاقي ناس كذا وناس تلاقي ناس كذا. ده اسمها التطبيق ده اسمه الراسماليه المتوحشه. تسمعوا المصطلح ده الامبرياليه والراسماليه المتوحشه والكلام ده. طيب ده اسمها الراسماليه المتوحشه. الدوله مالهاش دور خالص. جم اخواننا روجر ماركس وانجلز الاثنين طلعوا نادوا بمبدا جديد يقول ايه؟ يقول الدوله لازم تتدخل في كل حاجه. الدوله لازم تملك وسائل الانتاج. الثروه كلها لازم تكون بايدين الدوله وادي للناس كل واحد على قد احتياجاته. المذهب الاشتراكي طبعا المذهب كبير جدا وانا مش هدخلكم في التفاصيل بتاعته عشان ما تغرقوش بس يعني ده بكل بساطه ويعني ايه بهامشيه شويه.
كل واحد يشتغل وياخد النيكاتين. ده المذهب الاشتراكي. يعني انا راجل عندي 7 عيال أو 8 عيال. طبعا انا خليت 7 8 عيال فصحتي تعبانة على قدي خالص. طول ما عمال اقول لهم بس يا ولد وبس يا بنت. وراجل رفيع كده وحالتي مزلقة وبتاع. فاروح اشتغل مش هقدر اشتغل كتير. اشتغل 1 أو 2. اخر النهار المفروض الدولة تيجي تديني خد يا ابني على قدك وعلى قد ايه؟ وعلى قد عيالك. طيب في حين مثلا انا راجل قوي جدا طويل عريض مش عارف عندي عضلات اروح اشتغل في اليوم 13 14 ساعة بس ما مش متزوج ولا عندي اطفال. وانا راجع اخد اللي يكفي ايه؟ فرد واحد. المذهب الاشتراكي او المذهب الشيوعي بصفته الاساسية ضد الطبيعة البشرية. ضد الطبيعة ايه؟ البشرية. المهم انا زي ما قلت لكم هو المذهب اصلا كان طالع كصرخة ضد الرأسمالية الايه؟ المتوحشة. المهم بعد فترة معينة الدول الناس كلها في العالم كله انبهرت بالمذاهب الايه؟ الشيوعية. ليه؟ هي شايفة قدامها رأس المال بيعمل ايه؟ شايفة قدامها البني آدم أو الإنسان بيستعبد أقوال الإنسان ازاي؟ فالناس عندها كبت. وأنا قلت لكم أي حاجة لازم تتبنى مع ظروف الإيه؟ المجتمع ولازم تتبنى مع ظروف العصر. الناس اقتنعت بالمذهب دوت ولقينا بقى الثورات الشيوعية جاية تنفجر في كل مكان في العالم. عندنا هنا مصر مثلا احنا خدنا بالمذهب الاشتراكي احنا عليه اشتراكي عشان بس ما نظلمش مشاعر الناس بس هو كان مذهب ايه؟ شيوعي اقتصادي. وعلى فكره المذهب الشيوعي في الاصل هو مذهب اقتصادي ملوش علاقه بالتدين والدين والكلام دوت. ده كله كلام بنضحك عليه طويل. هو مذهب ايه؟ اقتصادي. طيب جمال عبد الناصر جه قال لنا خلاص بقى مصر كلها كانت بايدين مش عارف كام واحد من الاقطاعيين الكلام ده مش هيرفع عنه اللي بيحكوا لنا كلنا عنه دي كانت حقيقه على فكره. المهم كانت بايدين كام واحد من الاقطاعيين هو جه خد الارض ووزعها على الناس وجاء ما عندناش مصانع امم المصانع الموجوده عمل مصانع شغل الناس. بعد ما جمال عبد الناصر مات خلفه الرئيس الراحل محمد انور السادات الله يرحمه ويحسن اليه. الراجل جه عنده فكر تاني. عنده فكر ايه؟ تاني. انور السادات على فكره كان ذكي جدا. كان راجل ذكي جدا. هو شاف بدماغه ان الشيوعيه في العالم مصيرها للايه؟ الزواج والدنيا مش ماشيه من اولها كده. طبق غلط ما طبقش غلط ده قصه ثانيه وحوار تاني. المهم مصر اتغيرت فلسفتها الاقتصاديه في النص التاني من السبعينات. تغير الفلسفه الاقتصاديه في مصر ده جاي اصلا في موجه عالميه. فعلا الناس من سنه من بعد ما الثوره البلشفيه قامت في روسيا كلها شعوب العالم حتى الشعوب اللي ما عرفتش فكر الشيوعي كانوا المواطنين بتوعها متاثرين بيه وبداوا يطالبوا بيه. طب الفكر الشيوعي بيقوم على ايه؟ على ان الدوله تعمل كل حاجه، الدوله تدير كل حاجه. في الفكر ده كان معقول ان الدوله تروح تجيب واحد مختزل تقول له تعالى تعالى تولى تشغيل المطبخ العام؟ لا دوت نقطه ثانيه. الفتره ديت من العام في النص الثاني من القرن العشرين ازدهرت حركات التحرر الوطني. العالم كله كان مستعمر. بعد الحرب العالميه الثانيه خارطه جديده للعالم بدات تظهر، قوى ثانيه بدات تطلع. القوى القديمه طبعا من الحرب مهدوده حالتها بالبلد. طيب ايه اللي يحصل؟ الشعوب بقى عايزه ايه؟ عايزه تسترد استقلالها. فظهرت عندنا حركات التحرر الايه؟ الوطني. حركات التحرر الوطني ديت اللي هي كلها بتنادي بالاستقلال. هتقبل ان انت تروح تجيب واحد اجنبي تخليه يدور المنطقه العام؟ لا. مرت فتره اسمها فتره ازمه عقود الانتياج. اسمها ازمه يعني انا بسميها ازمه عقود الانتياج. عقد الانتياج ما عادش فيه اي حاجه ليه بسبب السببين دول. طيب الدنيا ماشيه على كده لغايه بقى اواخر التسعينات. في اواخر التسعينات الوضع في العالم بدا يتشكل من اول جديد. اولا الشيوعيه كان خدت لها فتره في التطبيق اثبتت فشلها واقع. ما عادش فيه شيوعيه. حتى الاتحاد السوفيتي اللي هو كان رمز الشيوعية ومعقدها انهار سنة 1992. حاليا دلوقتي لو تبص في العالم على الدول الشيوعية الصين وكوبا وكوريا الشمالية بس.
الكلام بالكلام يذكر، كنت بسأل طارق بتوعي بالمدن السياسية والرمع الدول الشيوعية، طارق يقول لي إيران، والطارق الثاني طالع يقول لي مش عارف تركيا. هي إيران وتركيا دول دول شيوعية يا شباب؟ طب وهي تركيا مش شيعة؟ المهم على كل الأحوال فعلا الشيوعية انهار من العالم. فدي أول سبب ذات. تاني سبب حركات التحرر الوطني، كل دول العالم دلوقتي حاليا مستقلة ايه؟ يعني مستقلة عسكريا واقتصاديا، يعني ان شاء الله حتى يعني على الاسم، فهي مستقلة وخلاص. يبقى السبب التاني اللي حصل له زاد. السبب التالت بقى والأهم، نوع الرأسمالية اللي اتطورت، الشركات متعددة الجنسيات، تلاقي الشركة عندها رأس مال وعندها ميزانية أكبر من ميزانية الإيه؟ الدولة ذات نفسها. هم معاهم فلوس. نفس الوقت أغلب دول العالم اللي هي طلعت من حديث الاستقلال ما عندهاش فلوس ولا عندها إمكانيات ولا عندها خبرات. هي محتاجة الإمكانيات والخبرات والفلوس منين؟ من بره. دول العالم بدأت تتسابق عشان تجيب الفلوس منين؟ من بره. طيب هنا بس هل هي هتتسابق وفقا للعقد الامتيازي اللي كان ماشي في القرن ال 17 وال 18 ولا لازم تبلور وتعمل حاجه جديده؟ ها؟ تبلور وتعمل حاجه جديده. الجيل الثاني. عقود الامتياز المتطور. عقود الامتياز المتطور هي الجيل الثاني اللي هي اسمها عقود البورد. البي او تي. يعني عقود البورد دي ده مصطلح انتوا بتسمعوه كتير صح؟ طيب ايه نظامها ديت؟ عقود البورد او عقود الامتياز المتطور، عقود نظام الامتياز المتطور ليه صور متعدده بيجمعها، بيجمع الصور المتعدده ايه؟ ان تمويل المشروع الفلوس اللي هيتعمل بيها المشروع بتتم براس مال خاص. الفلوس اللي هيتعمل بيها المشروع هتتم براس مال خاص. طب دور الدوله في التمويل ان وجد، يعني هو اصلا مش موجود بس لو وجد بيبقى دور ايه؟ بيبقى دور مساعد. فيما عدا ذلك هتلاقي عقود الامتياز تختلف فيما بينها، او عقود الامتياز المتطور ديت هتختلف فيما بينها. في عندي بقى اشهر نوع ليها اللي هو عقود الايه؟ عقود البورد. الفتره الثانيه صفحه 59 اقروها مع نفسك، اقروها دلوقتي. خلاص قريته؟ عقود الامتياز؟ عايز تمشي؟ لا لا عايز تسألي؟ لا خلينا نقول عشان نلحق بس الوقت، ماشي؟ عقود الامتياز، عقود الامتياز المتطور، عقود الامتياز المتطور أشهر حاجة فيها اسمها عقود البورد. عقود البورد ديت ليها معنيين، في عقود بورد بالمعنى الواسع وعقود بورد بالمعنى الضيق. عقد البورد بالمعنى الواسع اللي هو اشهر صوره من صور الامتياز المتطور. دوت اتفاق بين احد الاشخاص المعنويه العامه وبين شركه من شركات القطاع الخاص اجنبيه او وطنيه او مشترك. يبقى شايفين هنا التبني، شايفين القوانين بتتغير ازاي؟ احنا خلاص ما عادش اجنبي بس، لا ده ممكن اجنبي وممكن واحد اجنبي مع شراكه من جوه الاثنين يعملوا شركه تبقى اجنبيه ايه؟ تبقى شركه ايه؟ مشتركه. او ممكن يكون مستثمر محلي. موضوع العقد ما هوش اداره المنفذ، ده انشاء المنفذ. انشاء المنفذ على حساب الشركه الخاصه بنفقتها.
والقيام بعد ما الشركه تمشي بالدين وتشغل فتره محدده من الزمن تحت اشراف الاداره وتحصل الشركه على ايرادات التشغيل وفي الاخر تنتقل ملكيته لمين؟ للدوله. كويس؟ عقود البورد بالمعنى الواسع فيها عقدين، عقد بورد وبورد. لما تلاقي اثنين فوق ورا بعض يبقى النطع يتمد شويه فهي ايه؟ بورد وبورد. المهم يعني في بقى عندي عقد البورد بمعناه دقيق لطيف وعقد البورد بمعناه الواسع اقروها ايه؟ اقروها مع نفسكم. اكتبوا على الفرق. انتوا عارفين اي مثلا اي حاجه تظهر لكم في الموضوع المرجع موجود. طيب العديد من العقود الفقره اللي بعد كده العديد من العقود اللي هي الفقره المكتوبه في خط تي دي العديد من العقود التي تبرز وفق النظام الامتياز المتطور قد ينطبق عليها التعريف السابق فهي تخرج عن معنى بناء المشروع او تحويل او تشغيل المشروع او تحويل فصول المشروع للدوله في نهايه الرحله في نهايه مده العقد. يعني في حاجات كتيره احنا بنقول عليها عقود بورد بس هي في الحقيقه مش عقود بورد لا بالمعنى الواسع ولا الضيق. زي عقد ايه مثلا؟ في عقد اسمه مور او وفي عقد اسمه روب وفي عقد اسمه بورد وفي عقد اسمه بيت. الحاجات دي اقروها مع نفسهم. طيب الطبيعه القانونيه لعقود الامتياز المتطور. لا لسه شوية لسه يا جماعه اسمعوني بس انا هخلص وقت ما انا عايز. كويس؟ خلينا ماشيين مع بعض علشان الموضوع في الاخر ما يجيش يتكبس على دماغك. احنا ماشيين اهوت وانا بقول لكم اللي عايزه واللي مش عايزه والفقره ديت ومش الفقره ولا دوت مثلا احسن ان انا اكروت الموضوع واقول لكم ايه؟ طب يلا بقى في البيت مع نفسكم وذاكروا مع نفسكم. ايه رايكم؟ ها؟ وبعدين يا جماعه سيبوني انا مستانس بيكم. ها؟ انا بحبكم سيبوني معايا شويه. ربنا يستر. طيب الطبيعه القانونيه العقود الامتياز المتطور رايك اقراها مع نفسكم. الطبيعة القانونية العقود الامتياز المتطور بصفة عامة في ثلاث آراء عندي رأي طلع قال إن عقد الامتياز المتطور ده عقود إدارية وهي في الحقيقة عقود تفويض منفق عام وبالتالي هتخضع لأحكام العقود الإدارية. رأي ثاني أن دي عقود قانون خاص وهتخضع للقانون الإيه؟ الخاص. رأي ثالث أن كل حالة على إيه؟ على حالة. اللي عايز التفاصيل موجودة يقراها. طيب التنظيم القانوني في عقود الامتياز المتطور في مصر. زي ما قلت لكم احنا عندنا قانون الحاكم للمرافق التزامات المرافق العامة اللي هو القانون ايه اللي صدر سنة كام؟ 47. عقود البوز اللي هي عقود البوز عندنا في مصر القانون جاء سنة 1996 صدر خمس قوانين. صدر كم قانون؟ خمس قوانين. كل قانون فيهم متعلق بمجال معين. فصدر عندي قانون بشكل هيئة كهرباء مصر. وصدر عندي ده القانون ده متعلق بالعقود بتاعت البوت اللي هتتم في مجال الكهرباء. اللي هتتم في مجال الايه؟ الكهرباء. انا عايز اقول لكم حاجه، الكهرباء اللي انتوا قاعدين فيها النهارده ديت كلها اتعملت بمقتضى عقود البورد. اتعملت بمقتضى عقود الايه؟ البورد. عندي مثلا في مجال السكك الحديديه صدر قانون. في مجال الطرق العامه صدر قانون. في مجال اداره واستغلال المطارات واراضي النزول المطارات صدر قانون. في مجال الموانئ المتخصصة صدر قانون. القوانين دي كلها ايه اللي يجمعها؟ يعني دلوقتي اي عقد بورد هتعمله الدولة لازم يكون في واحد من المجالات الايه؟ الخمسة دي. وكل مجال هيخضع للقانون بتاعه اللي صدر فيه. طيب القوانين الخمسة بتتفق فيما بينها على استثناء
العقود اللي بتبرم اللي هي العقود اللي بتبرم في المجالات دي من احكام القانون 129 لسنة 47 اللي هو القانون اللي صدر سنة 47 بتاع التزامات الموقف العام. طيب فيما عدا هذه النقطة تجمع معاك معاك والي اقفله. فيما عدا هذه النقطة التنظيم التشريعي للمجالات دي تختلف فيما بين. احنا عندنا مشروعات كتيرة مهمة العمل بمقتضى عقود البول. عندي مثلا محطات كهرباء سيلي كريم اللي اتعملت بالبول. ومحطات كهرباء شرق بورسعيد اللي اتعملت بالبول. ومحطات كهرباء خليج السويس. اتعملت بالبول. مطار مرسى علم اتعمل بالبول. انا عنديكم صراحة خمس دقائق. اي حد فيكم معاه موبايل يقفله. ده الحاجة. اتنين اللي عايز يتفضل يروح الباب مفتوح على مصراعيه. ماشي? يعني ايه? الله يخليكم متكلموا شغال معاك. اللي عايز يتفضل يروح يتفضل. الحضور الغاب انت دونت اسمك في الحضور الغاب. خلاص. ده هو ده اللي هم. خد بعضك جوه. عايز تقعد انا عمشي لما انا قرر ان انا امشي. خلاص? اي حد معاه موبايل يقفل. القوانين دي بصفة عامة بتدي للإدارة الحق في التفاوض إلى أبعد مدى. يعني مثلا بتفتح مدة عقود الالتزام عقود الالتزام ممكن الإدارة توقع عقد لمدة 90 سنة. 90 سنة طبعا دي مدة كبيرة جدا. توقع عقد لمدة 90 سنة. زيادة عن كده وعن كده. العقود بتدي للإدارة النظام القانوني ده بتدي للإدارة إمكانية إن هي تتفق على التحكيم بصوره العقود. فلا ترضى العقود للقضاء الإيه؟ الإدارة. العقود الإدارية لازم يبقى فيها سلطات وامتيازات استثنائية للإدارة. لازم الإدارة ممكن تتنازل عن سلطاتها وامتيازاتها الاستثنائية. طيب. في بقى أنا قلت لكم ده الجيل التاني. في جيل تالت. طيب ليه الجيل التالت الحاجة اللي ظهرت؟ خليكم معايا مركزين. ليه الجيل التالت الحاجة اللي ظهرت؟ بكل بساطة. لقينا ان نظام عقود البول دوت نظام غير ملائم. نظام غير ملائم من وجهه النظر الاداريه ومن وجهه النظر القانونيه من ناحيه الملائمه الاداريه. المشروعات اللي بنقوم عليها العقود دي هي مشروعات بتتطلب في البدايه ضخ استثمارات كبيره. انت عايز واحد مستثمر يجي يبني لك منطق عام. مثلا عندنا موضوع مترو القاهره. مترو القاهره دوت عاملينه اصلا عن طريق عقد ايه؟ عقد بول او عقد امتياز. فتخيلوا تكلفه بناء المترو والمحطات والكلام ده تكلفه مهوله صح؟ طيب المستثمر بيجي في ابتداء يقول لك ايه؟ بص انا هدفع فلوس قد ايه؟ بص انا هدفع فلوس قد ايه؟ اعمل لي بقى ايه؟ اعمل لي سلطات يعني اعمل لي استثناءات كتير.
اعمل لي اعفاء من الضرائب. انا ازود التكلفه بتاعت الانتفاع بخدمات المرأة. عشان ايه؟ عشان اعوض الفلوس اللي انا دافعها دي كلها. طيب نعمل العقد، مش نعمله مثلا لمده 10 20 30 سنه، ده اعمل لي العقد لمده 80 85 سنه. طيب النهايه على المدى المتوسط الراجل عمال يدخل فلوس يدخل فلوس يدخل فلوس، الدوله تساهمت كتير جدا في محور الاعفاءات، في الاخر الفلوس دي مصدرها فين؟ الخارج، لان الراجل ايه؟ اجنبي. ديت نقطه زياده عن كده وعن كده، يعني بتطلع الخارج وفيها بوسه معفاه من الضرائب كمان، يعني بتطلع الخارج وكمان ايه؟ معفاه من الضرائب زياده عن كده وعن كده. الدوله من ناحيه قانونيه بقى مالهاش صوت، احنا الاثنين متعاقدين وفقا لعقد هو اللي بينظم الموضوع. ما تجيش بقى تقول لي انا سلطة عامة، الامتيازات بتاعتي، الحقوق بتاعتي، ده العقد اصلا في ناس كتيرة بيقولوا انه كان من عقود القانون الخاص، يعني احنا الاثنين زي زي. طيب الادارة تيجي بعد فترة خطير تكون زي حد بيسأل سأل سكينة تفوق، تلاقي ان الدنيا مش نافعة، الراجل عمال يتمسك بحقوقه، يتمسك بالعقد اللي هي تساهلت معاه في البدايه تحت ذريعه المبالغ اللي هيدفعها. كويس؟ عمال يتمسك بيها وهي مش قادره تعمل قدامه اي حاجه، فتروح جايه واخده اضراب. تاخد الاضراب من هنا، الراجل يقول لها لا الاضراب بتاعك غير مشروع. تروح تقول له اقبض دماغك في الحيطه، يقول لها اقبض دماغك في الحيطه ليه؟ ما في مؤسسات تحكيم، احنا مش مواليين تحكيم. يطلع للتحكيم. التحكيم مصري ولا دولي؟ لا دولي. الجماعه الاجانب هيكون وفقا للايه؟ للعقد. يروح جايين مغرمين الايه؟ الاداره. غرموها مبالغ كبيره. الاداره تقول مش دفع. ياخدوا فلوس من حمام جامد. اديكم مثلا على كده. مره جم يعملوا مشروع مطار في حته، يعني انا مش فاكر فين بالظبط، انا ذاكر الواقعه في الكتاب. ها؟ في راس سدر. عايزين يعملوا مطار مدني في راس سدر. جات القوات المسلحة سنة 99 صفحة 67 في الهند. جات القوات المسلحة قالت لك لا اعتبارات أمنية المطار دوت مش هينفع يقام. طبعا احنا عندنا هنا في مصر أولويات الدفاع الوطني ديت ليها أهمية كبيرة جدا. كويس؟ مش عشان أنا مثلا أبني حاجة أو كده أعرض أمن يعني الدفاع الوطني أعرضه للخطر. فهنا في مقتضيات مقبولة ومبررة لأن المكان دوت ما يقامش فيه إيه؟ مطار، لأنه كده أنتوا عارفين الاستراتيجية الدفاعية لأي دولة بتقوم على إن في مناطق معينة، المناطق ديت لازم إيه؟ تكون خاضعة تماما لسيطرة الإيه؟ لسيطرة الدولة، لأن هي منطقة استراتيجية، منطقة أهمية، لو حصل أي حاجة سواء للإمداد أو للتموين أو لانتشار القوات أو لخلافه يعني. المهم مش عاملين المطار. طيب الراجل قال لهم ايه؟ مش عاملين المطار بعد ما عملتوا المناصب وبعد ما انا تعاقدت معاك ومضيت العقد، طيب انا طالع على التحكيم الدولي، واخد برضه معاك في الحياه. طلع الراجل على التحكيم الدولي. التحكيم الدولي حكم له بمبالغ مهوله. قال لهم دون المبالغ، قالوا له خلاص يبقى خلي المحكمين ينفعوا. راح بيها لفرنسا. راحت فرنسا حجزت على ارصده الحكومه المصريه في 7 بنوك ايه؟ فرنسيه. مبالغ مهوله طبعا. الناس فاقت لا الدنيا كده ايه؟ مش نافعه، احنا تساهلنا في منح الايه؟ في منح الاداره سلطه تقديريه كبيره جدا، الوضع يعني اسيء استغلال. من هنا ظهر بقى ايه؟ الجيل الثالث اللي هي عقود الشراكه من القطاع العام والايه؟ والخاص. طيب. ده الفوائد الذكريه. انتم سمعتوا يا جماعه بعد الثوره، بعد ثوره 25 يناير كان في ضغوط جامده على الحكومات اللي جت بعد الثوره، بعدين الناس صوتها عالي بعد الثوره، والقضاء الاداري طلع احكام كبيره ومفروض وكلام من ده. من ناحيه حاجات كتيره كان منصوص فيها على الايه؟ على التحكيم. فاخواننا المستثمرين بقى يطلعوا يرفعوا قضايا بالملايين، بملايين الملايين من الدولارات ويكسبوها. ومش عارف اقول ايه، بس هي قضايا الدوله عندنا يعني في حاجات معينه كتير بتبقى محتاجه تخصص جامد جدا في الموضوع. ف
يعني الدنيا ما مشيتش، الدنيا ما مشيتش، طلع علينا كميه احكام فظيعه، والحكومه المصريه هتدفعها هتدفعها. طيب عقود الشراكه من القطاع العام والخاص. طيب تلعب عقود الشراكه ديت دور متنامي في اغلب بلدان العالم. اعتمدت عليها دول كثيره من الدول المتقدمه في ان هي تحقق نهضه عندها، من الدول اللي اعتمدت عليها ايطاليا وهولندا واسبانيا. طيب عقود الشراكة فيها ميزة إن هي بتدي الدولة بتحررها من موضوع الروتين بالتعاقد، وبتحررها من الخضوع لأحكام قانون المنافسات والمزايدات، بس بحدود. ليه؟ بحدود، يعني ما بتفتحلهاش المجال قوي. طيب عندنا عقود الشراكة في فرنسا وأوروبا، عقود الشراكة في مصر. عقود الشراكة في مصر بينظمها القانون 18 اللي صدر سنة 2010، أو أنا آسف بينظمها القانون 67 لسنة 2010. طيب شايفين أول فترة؟ أول فترة أيروه، أيروه دلوقتي وطالعين صفحة 73 أول فترة 73 أول فترة يروها، بس يروها بتعلم عشان تشوفها منها وخطاب تحكيه. الشراكة بيميزها ثلاث حاجات في مصر. أول حاجة الشركة الحكومة المصرية بتعلن عن نيتها في الإيه؟ في التعاقد. فالناس كتير بتهاجم. اللي الحكومة عم تتعاقد معاه ده لازم يعمل شركة اسمها شركة المشروع. شركة المشروع ديت عبارة عن شركة مساهمة رأس مالها لا يقل عن 100 مليون جنيه، يعني معنى كده طبعا 100 مليون جنيه قبل الدولار ما يرتفع غير بعد ما الدولار ايه؟ ارتفع، بس على كل الاحوال 100 مليون جنيه مبلغ كبير برضه، صح ولا مش صح؟ يعني هي مخصصه للمشروعات الايه؟ مخصصه للمشروعات الكبرى. طيب لازم راس المال الحكومي يكون في الشركه ديت اقل من 20%، يعني ممكن الدوله ما تشاركش خالص فيها. ولو اتدخلت بمشاركة فيها بنسبة معينة ده لازم نسبة تقل عن 20%. احنا عايزين كده ايه؟ عايزين نشجع راس المال الايه؟ الخاص، عايزين نجيب استثمارات من ايه؟ من بره. طيب مدة العقد ما تقلش عن 5 سنين، وده طبيعي لان الشركة المفروض ايه؟ راس مالها 100 مليون جنيه وهتدفع، يعني هتعمل استثمارات كبيرة، فعشان تاخد فلوسها تاني محتاجة ايه؟ فترة طويلة. الفترة ما تقلش عن 5 سنين، لكن ما تزيدش عن 30 سنة. في النظام الأولاني اللي هو نظام البورد كان بتوصل لغاية كام سنة؟ 90 سنة. طيب الباقي إقرار. بقية المكان الكلام ده إقرار. عقد الأشغال العامة. خد أول فقرة بس إقرار اللي هو تعريف العقد. هنتكلم عنه بالتفصيل ده قدام. خدوا بس أول فقرة اللي هي إقرار اللي هي متعلقة بتعريف العقد. اي حاجه توقفوا اي منازعه فيه مع تحت ايديك وتصدر عرض الاشغال العامه انا معالجها هنا بالايه؟ بالتفصيل. وهو كان احدث الاحكام القضائيه اللي صدرت في القرار سنه 2016. عقد التموين صفحه 83. عقد التموين صفحه 83. خدوا تعريف الايه؟ التعريف اللي هو اول حاجه. لا دي لا
عايز اقول لكم حاجه قولوا لزمايلكم ان احنا فعلنا عشان ما حدش بعد كده يعيط او يجي يقول مثلا انا ما اعرفش. احنا فعلنا نظام درجات الاعمال، الدرجات التصويريه او نظام الاعمال الايه التصويريه. عايز اقول لكم ما تخافوش، يعني الفتره الجايه انا ممكن اجلي في المنهج، ما تخافوش انا ما يهمنيش بالقدر الاول ان انتوا ان انا ما اضحش دماغكم معلومات، يهمني ان انتوا تعرفوا المعلومه تجيبوها ازاي والاحكام القضائيه الدنيا ماشيه ازاي وتجيبوا ايه في الموضوع والكلام ده. فما تقلقوش ما تخافوش باذن الله الاسبوع الجاي احنا هنخلص كتاب العروض الاداريه اللي هو لوجيس في العروض الاداريه عشان نبدا في كتاب العروض التاكيد الاسبوع اللي بعده. ثواني يا جماعه ثواني، الاسبوع الجاي في محاضرتين محاضرات، المحاضره الثانيه هتبقى يوم الاربعاء عروض اداريه يوم الاثنين، وفي عروض محاضره يوم الاربعاء هينزل اعلان بيها لسه ما حددتش مع الاداره. مش مشكلة، أنا ممكن أستثنيكم في موضوع الكورونا، تدخلوا مع بعض اللي يعرف يعني إيه المحاضرات الإضافية مع قرارنا، مش مشكلة فيها موضوع الإيه؟ الحضور الإجباري. لكن فيما عدا ذلك الحضور مهم جدا، وتيجوا تكونوا مركزين معايا تشوفوا أنا بعمل إيه وبسيب إيه والكلام ده. ماشي، انا بشكركم جدا على حسن استماعكم، بشكركم على حسن استماعكم.